أيها الإخوة والأخوات وضيفنا العزيز دكتور محمد سليم العوا، أهلا بكم دكتور. دكتور، المحور الأخير اللي بنتكلم فيه موضوع الشيعة، يعني أثارت تصريحاتكم الأخيرة واسعا وخصوصا بين الأوساط، خلينا نكون أكثر صراحة، السلفية والعلمية، بأنه يعني أنا سمعت اللقاء جيدا وسمعت ما قلته حضرتك، لكن يقولون هل آيات الله العظمى بحاجة للدكتور محمد سليم أن يدافع عنهم؟ يعني حضرتك في موضوع الترضي قلت بأنهم أي الآيات العظمى الكبار لا يرون سب الصحابة، نعم، ويكتبون هذا في كتبهم ومقالاتهم وفي صحفهم، لا يرون سب الصحابة. شيخ محمد حسين فضل الله عنده الله يرحمه عنده عشرات المواقف في مسألة عدم جواز سب الصحابة وتحريمه، ولا يسبون أحد. وهذه مسألة أنا يعني لا أخترعها، أنا الحقيقة مهمتي في هذه الموضوع في هذا الموضوع أن أكون داعية للوحدة الإسلامية، والوحدة الإسلامية لا تعني وحدة أهل السنة وحدهم أو وحدة الشيعة وحدهم أو وحدة الإباضة وحدهم، إنما تعني وحدة هؤلاء جميعا. وللوحدة أسس: الإيمان بكتاب الله، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالأحكام الواجبة القطعية الورود والدلالة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، الإيمان بتشريع الإسلام الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا عصمة عندنا لأحد، نحن معشر أهل السنة الذين ندين الله به ونلقاه عليه أنه لا عصمة لأحد. إخواننا من الشيعة لا يرون أن هناك عصمة متوارثة في الاثني عشر إماما إلا آخرهم الإمام المختفي محمد بن الحسن العسكري الثاني عشر. هذا الخلاف لا يقتضي تكفيرا ولا يقتضي إخراجا من الملة، ده خلاف في تكييف الأشخاص، خلاف في توصيف الأشخاص. فإذا أنا وصفت شخصا بأنه أعلم علماء الأرض، الثاني وصفه بأنه أجهل جهلاء الأرض، لا أنا أكفر ولا هو يكفر. وعندنا علماء معاصرون من عصرنا الذي عشنا فيه، لقيناهم ورأيناهم ونعرف كيف يجلهم تلامذتهم ويضعونهم في مرتبة لعلها مرتبة الصحابة أو أكثر شوي، ونعرف كيف يهلكهم مخالفوهم سبا وشتما وإهانة وادعاء بالكفر من أوله إلى آخره، وهذا مكتوب وهذا مكتوب، وهذا أصحابه يصلون وهذا أصحابه يصلون. لا هذا معلوم، لكن ما يعني دافعه الهوى، هذا معلوم دافعه الهوى، لكن حينما ننظر إلى الشيعة دافعه التعصب. نعم يعني هل دافعه ليس الهوى؟ نعم دافعه التعصب، الهوى، التعصب، التبعية، يعني أيا كان. يعني هذا التعصب يعني يجعل الإنسان يغض الطرف عن كل فضيلة عند الغضب، وعن كل رذيلة عند الرضا. وأنا أدعو إلى كلمة الإنصاف التي نعرف فيها أن الشيعة مسلمون، أنهم يؤمنون بالقرآن الكريم ويقرؤون بقراءتنا، بقراءة حفص، وليس عندهم قرآن آخر ولا قراءة أخرى، أنهم يخالفوننا في بعض العقائد التي لا نقبلها مثل العصمة والغيبة وما إليها، وأنهم يخالفون فقط العقائد طبعا، العصمة والغيبة، لا غير العصمة والغيبة، ما فيش حاجة تانية في العقائد. يعني حضرتك يعني تسمح لي بس باب النقاش حتى تتضح القضية، يعني قياسكم ما يحدث من يعني تقديس العلماء الحاليين من أتباعهم والعكس، يعني نجد من يقدسهم وفي نفس الوقت من يكفرهم قياسا مع الفارق، لأن هؤلاء الأئمة الشيعة لهم أصول معروفة عنهم، يعني كالقول بنقرآن أو طعن فيه، يعني هذا شيء ثابت ولا غير ثابت؟ هذا غير ثابت أبدا يا سيدي. هذا قاله رجل من علماء شيراز في وقت ما قاله، نعم، ورد عليه 120 عالما من العلماء الزمن الذي كان فيه وكذبوه، كتابه اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب، رد عليه معاصروه وغير معاصريه إلى يوم الناس هذا، يكتبون في تكذيب هذا الكلام ورده. هذا الكلام طيب. الذي يقال عن وجود قرآن آخر عند الشيعة هو مثل ثلثي، لا ليس عند الشيعة، هو لا نقول بأن هناك قرآن عند الشيعة، ولكن عقيدة الشيعة في أن هناك قرآن يعني اختفى مع حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا يعني الأمر يعني تواتر عند علماء السنة ونقلوه كابرا عن كابر، يعني لأن هذه من ضمن عقائد الشيعة، يعني هل يعقل؟ ويعني حضرتك طبعا من لا العلماء والمحققين، أنا بس نعم. وجدي أقول لك لا، هذا ليس من عقائد الشيعة، لا أليس هذا الأمر مما يعني من الأمور التي يعني تناقلها علماء السنة كابرا عن كابر، بأن من عقائد الشيعة الاعتقاد بأن القرآن الذي بين أيدينا قرآن تنقصه بعض الآيات أخفتها في مصحف يسمى عندهم بمصحف حفصة؟ أنا أسف، هذا ليس من عقائد الشيعة أصلا. الذي يدعى أنه من عقائد الشيعة أن القرآن ناقص
وأن القرآن الكامل هو ما يعرف بمصحف فاطمة، وأنه كان يتوارثه أئمة آل البيت إلى أن اختفى وبقى عند حد من عرشه. أنا سؤالي لحضرتك، ماذا نقول في نقل علماء الإسلام الكبار الأجلاء المعروفين عند حضرتك؟ نروح لكتب الشيعة. هم يقولون بأن هذا نروح لكتب الشيعة. كتب الشيعة الآن موجودة ومطبوعة ومجددة طباعتها في إيران وفي لبنان وفي سوريا. بحكم تواصلك معهم هم ينكرون هذا الأمر تماما؟ لا، مش بس ينكروا الأمر المتعلق بقرآن حفص ده، لا يعرفونه. مش ينكروا، لا يعرفونه. هم ينكرون كلام الرجل الذي كتب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، ويردون عليه ردودا هائلة. أما وجود قرآن كان عند السيدة حفصة لأن فيه آيات لمصلحة الشيعة ضد مصلحة السنة، طيب، أو لمصلحة أهل البيت، فهذا كلام لا يقوله الشيعة. يعني أنا أخذهم بما يقولون، والشيعة ليسوا بالنسبة لي في المريخ. الشيعة موجودين، هم كتبهم موجودة، الشيعة يطبعون القرآن. وهو أيضا بيأخذ العلماء من كتبهم الكثيرة الموجودة التي تبين أن هذا يعني جزء من معتقداتهم. يعني أنا أريد أنا إذا وقفت على هذا النص فإن الذي يقوله كافر، الذي يقول إن في القرآن نقصا ولو حرفا كافر. تمام. مرة تانية شيخ وجدي عشان مستمعينك، الذي يقول الذي يقول إن في القرآن الكريم ولو حرفا واحدا فهو كافر. تمام. وهذا كالقول بزيادته. تمام. أيضا هو كفر. تمام. يخرج من الملة. قاله سني، قاله شيعي، قاله عفريت، أحسن. يكفر العفريت. أحسن. لأن تمام. العفريت كمان فيه مؤمن وفيه كافر. طبعا لا شك. أنا هذا ليس عندي فيه جدال. تمام. وأنا يعني لا كده خلاص إحنا يعني إمكانية للعبث في عقيدتي. تمام. أنا إن شاء تمام. الله ألقى الله طيب. على عقيدة أهل السنة والجماعة ولا أغيرها لغاية ما أموت. أحسن. هذه مسألة. المسألة الثانية أنني يجب أن أنصف كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. وأنا أرى أنه البحث الآن في عقائد الشيعة أو في عقائد الإباضية عن غير طريق الشيعة والإباضية لا يجوز. النقول صحيح. الموجودة القديمة كانت الإباضية عدتنا بكثير. يعني مسألة يعني لا هي مسألة تحت يعني تحت دائرة الخوارج. مسألة الرؤية لا نعم. هم ليسوا كمان الإباضية ليسوا خوارج كمان بالمناسبة. الإباضية ليسوا هم ليسوا خوارج. الإباضية يزعم أنهم خوارج وهم ليسوا خوارج. نعم. هم ليسوا خوارج. هم أقرب الفرق لأهل السنة. أيوة طبعا. لا يعني فأقول إنه الاعتماد على نقل علمائنا الأقدمين الأجلاء الذين نقدر كل ما فعلوه لخدمة الدين ونسعى أن نكون من ترابهم الذي كانوا يمشون عليه إذا استطعنا، هذا النقل لا يكفينا في البراءة، براءة الذمة من مسألة الشيعة، لأن كتبهم وعلماءهم موجودون. نتداول معهم ونختلف لو معهم. أنت أحسنت قولا بقولك أنه إن ثبت قول أحد في هذا الأمر فقد أتى يعني أمرا يخرجه من الملة. يقول بهذا، أنا مش بقول بس إن ثبت بعلقه على الثبوت، لا، الذي يقول بهذا أو يعتقده يخرج من الملة، أو الذي يعتقده وحتى لو أخفاه. نعم. الذي يعتقده ولو أخفاه يخرج بهذا الإخفاء من الملة، وأنا لي الظاهر والله يتولى السرائر. طيب من الثوابت عند الشيعة والرافضة يميلوا لتسميتهم بالرافضة لرفضهم الشيخين، لكن بس هم رفضوا مين الأول؟ أبي بكر وعمر. هذا الذي نعرفه هم رافضة. إنما سموا رافضة لأنهم كانوا رافض. يمتحنون الناس آية الشيخين. ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فإن سموا رافض لرفضهم زيدا بن علي إمام الزيدية، لأنه خارج السلسلة التي يعتقدون، هو اللي سماهم رافضة وليس الإمامة الشيخين. هذا من النقول التي في كتبنا بغير دليل. نعم. هذا من النقول اللي في كتبنا القديمة بغير دليل. حتى رفضهم لزيد ليس عليه دليل للنقل. ما النقل التاريخي طيب. بس النقل التاريخي انهم رفضوا زيت هذا ثابت. هم لم ينشأوا، لكن تقدير يعني من تقدم على من تفضل. لم ينشأ الشيعة في عهد سيدنا ابو بكر او سيدنا عمر او سيدنا عثمان او سيدنا علي. لم يكن هناك شيعة. الشيعة نشأت بعد انتقال سيدنا علي لا. لا، بعد انتقال سيدنا علي الى الرفيق الاعلى باستشهاده، وبعد تنازل الحسن رضي الله عنه. نعم. عن الخلافة رضي الله عنه. هنا بدأ التشيع يظهر بعد هذه السنة اللي هي سنة 40-41 هجرية بمراحله المختلفة. تمام. التمذهب بقى وصياغة القواعد وبتاع ده ما جاش غير بعد 326 في القرن الرابع الهجري. بدأ التمذهب في القرن الرابع. فأين الاختلاف على قبول أو رفض علي على قبول أو رفض أبو بكر وعمر؟ الاختلاف كان على قبول ورفض إمامة الشيعة عشان يدخلوا في سجل الأئمة. دي القصة. لا، هم قالوا بس يختبروا الناس في عقيدتهم في أبي يعني بكر. أنا هذا يعني من على كل حال هذا تاريخ. طيب تاريخ. حضرتك إحنا يعني الموضوع هذا مهم جدا لأنه في دعوات للتقارب التقليدي. أنا سعيد بيه. طيب. وقيعتهم الثابتة هذه طبعا أعتقد في أمنا عائشة. نعم. والوقيعة في أمنا عائشة ليست فقط قضية وقوع في شرف محصنة، وإنما مخالفة لنص قرآن. الذي يقع في شرف أم المؤمنين يكفر.
لأن القرآن قد برأها. نعم. القرآن قد برأها. والذي سمعته بأذني مرات لا أحصيها عددا من شخصين، وسمعته من كثير من الأشخاص، لا يعني لا أريد أن أذكر أسماءهم حتى لا أنسى أحدا، لكن شخصين أذكرهما ذكرا جيدا، السيد وآية الله السيد محمد حسين فضل الله. سمعت منهما، محمد حسين فضل الله انتقل إلى رحمة الله، وحسن نصر الله حي موجود، سمعت منهما ما لا أحصيه من المرات: عقيدتي في أم المؤمنين عائشة أنها أمي وأم كل مسلم، أخطأت خطأ سياسيا في خروج سيدنا علي. تمام. هذا الذي يقولونه. تمام. وأنا اعتقادي أن الذي يطعن في أم المؤمنين بأي طعن فوق هذه الكلمة يخرج من الملة. ليه؟ لأن الله عصم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا. في التبليغ، وعصمه في أن يكون من أهل بيته يساء إليه بسببه ولو أدنى إساءة، فما بالكم بهذه المصيبة الكبرى. الذي يعتقد غير ذلك يخرج من ملة الإسلام، لكن الذي لا يعتقد. طيب. لا أصلاح. هل حضرتك طلبت من نصر الله أن يصرح بهذه العقيدة في، لم يسمع له هذا القول على كثرة خطاباته المتلفزة والمعلنة؟ على كل حال أنا لم أطلب، يعني منه مهم. أنا لم أطلب منه أن يصرح به، لكن أنا أنقل لك عبر قناتك للمشاهدين كلهم ما سمعته بأذني من مرات لا أحصيه، وأنا على يعني استعداد أن أرسل إليه رسالة وأطلب منه أن يقول ذلك. نعم. لأننا نقلت عنه بالضبط، وأنا لم أقل عنه قولا منكرا، هو موجود يقدر. نعم. يكذبني. هو الفيصل أن يقول هؤلاء الناس أو العلماء أو عقيدتهم على الملأ وليس أنا في، أعيدك وليس في الحوزة. أنا أعيدك أن أكتب رسالة مكتوبة إلى السيد حسن نصر الله، وهو أخ عزيز أعتز بإخوته. تمام. وأقول له: يا مولانا، إخوانك المسلمون يقولون لك قلها على الملأ، قل ما قلته لي عن السيدة عائشة على الملأ لكي تطمئن قلوبهم. أعلم أن في هذا بعض الحرج من عوام الشيعة، لأن عوام الشيعة لا يزالون يسبون السيدة عائشة. طيب. عوام الجهلة. طيب. نعم. لكن نحن ينبغي أن نقدم مصلحة الأمة على مصلحة العامة، لأنه لو مشينا وراء العامة سنضيع. وزي ما كان شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه بيقول لي دايما، كان يقول لي: يا محمد، إرهاب العوام والطغام أسوأ من إرهاب الحكام. كان أنا أقول له: إرهاب العوام؟ يقول لي: يا طبعا، عقيدتهم اللي معتقدينها هي دي الإسلام. لو أنا وقفت على المنبر وقلت لهم أنتوا العقيدة دي فيها شركيات أو فيها بدعيات، هيكفروني أنا، مش هيكفروا عقيدتهم. فإحنا يعني كنا بنتكلم كتير طبعا. تمام. شيخي وصديقي، أو يعني أتشرف بإدعاء صداقته 30 سنة متواصلة الله يرحمه، كان دائما يقول لي: نحن ينبغي أن نلائم بين ما ينبغي قوله وما ينبغي استماعه. فأنا أقول له: كل ما يقال يستمع؟ يقول لي: لا فينا وبين بعض، لكن لا نسمعه للعامة، والعامة لهم كلام تاني يؤدي نفس المعنى، لكن دون أن نخرجهم من اعتقادهم اللي هم عليه، وإلا أفسدنا الدنيا. فأنا أقدر الحرج الذي يجده العلماء والزعماء في مسألة، لكن هذه مسألة فيها، لكن في مسألة فيها توحيد وحيد الأمة. لا، أقصد مقتضى القرآن. يعني حينما تعتقد، لا يعني حينما يعتقد شيعي، عفوا يا دكتور، أو غير شيعي، أو غير شيعي، حينما يعتقد، في ناس من ينسبون إلى السنة يقولون كلام أسوأ من كده. نعم. بالضبط. حينما يعتقد مسلم موحد يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، يعتقد أن أم المؤمنين يعني فعلت هذا الفعل الفاحشة، وهو يعلم أن الله عز وجل برأها بقوله: إن الذين جاءوا بالإفك، فهذا الأمر لا شك أنه، الذي يعتقد هذا ليس بمسلم. نعم. فنحن نقول إذن حضرتك ستعد، أنا وعدتك ستكلم. أنا وعدتك. نعم. خلص، لم أتكلم، سأكتب رسالة مكتوبة وأقول له: الناس بيقولوا كذا كذا كذا، نسمعها على الملأ، فمن فضلك سمعها للناس. بس لو كان يعتقد ذلك فعلا يسمعون. أنا أعلم أنه على الأقل فيما عرفته وخبرته لا يكذب، فإذا قال لي كلاما هو لا يجاملني. نعم. وأنا أعتقد أنه غير محتاج إلى أن يغير عقيدته من أجلي ولا من أجل أي واحد، هو صحيح. في مكانة من قومه ومن جماعته ومن طائفته ومن حزبه أكبر من أن يكذب لإرضاء محمد العوض. لكن من واجبي أن أنقل إليه قولك، إنه إذا قيل هذا على الملأ يريح ملايين المسلمين، وإذا لم يقل على الملأ سيظل قولا منقولا عنك يحتمل التصديق والتكذيب، لا بسببك وإنما بسبب نقله. هو يحتمل التصديق لا شك، هو صادق. إحنا عندنا الدكتور محمد، طالما أن حضرتك قلت أنك سمعته فقد قال، لا شك في ذلك. لكن هي القضية عند، يعني خلينا نقول عند طلبة العلم وعند عامة المسلمين، إنه طب إن كنت تعتقد ما قلته، طب لماذا لا تصرح أنا به؟ أنا نعم. خصوصا أنه أمر جوهري. نعم. يعني لا نتحدث عن المسح الخفين، لا لا لا، نتحدث عن عقيدة المسلم المتعلقة بالقرآن الكريم. نعم.
لا أنا أكتب إليه فورا بهذا الكلام ويصله، وإن شاء الله يعني يستجيب له بإذن الله. أحسنتم شيخ، أرجو أن يستجيب له. ما أنا لا أنا أعد بالكتابة لكن لا أعد بالاستجابة. طيب نحن أكتب. سنضطر إلى فاصل سريع ثم نعود لإكمال جزئية مهمة حول موضوع الشيعة، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. مع وجدي وجدي مع وجدي. أهلا ومرحبا بكم مع ضيفنا العزيز الدكتور محمد سليم العوة. دكتور، نرجع لموضوع الشيعة مرة أخرى. طيب حضرتك ذكرت جملة أثارت لغطا، وأنا واثق أنه حضرتك يعني لك فيها رأي موافق تماما لعقيدة أهل السنة والجماعة اللي أنت حضرتك من أعلامها ورموزها. ذكرتم بأن موضوع الترضي على الصحابة، عدم الترضي على الصحابة هو خلاف الأولى، وحضرتك تعلم أن قول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، وليس فقط الإجماع بل عمل الأمة يعني من عهد والنقل المدوني الحديث الأئمة الكبار والأصحاب الصحيحين والسنن لا يذكرون الصحابين إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن كذا. فالإجماع العملي والفعلي على هذا، ثم الدكتور في الآخر يقول عدم الترضي خلاف الأولى. أنا عندي جملتين، لا يجوز أن أقول الجملة الأولى أو الثانية اللي أنت ذكرتها دون أن أقول الأولى. نعم. الجملة الأولى أن الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعة كانوا أم سنة قوم قليلو الأدب، أدبهم مطعون فيه. بس بس مش شوية دي. لا مش شوية، مش شوية، لأنه ما فيش نص على كفر من يسب صحابيا فيما عدا السيدة عائشة لما جاء في القرآن الكريم، أو إنكار ما ذكر عن الصحابة في القرآن الكريم ممن ذكر عنهم أشياء. إنكار هذا كفر لأنه إنكار القرآن لا لتعلقه بصحاب. أنا بتكلم دي عقيدة داخل لا دي عقيدة بس خلينا نحرق. طيب. موضع العقيدة أن إنكار ما جاء في القرآن كفر لأنه إنكار لما في القرآن وليس لتعلقه بشخص معين. الحماية الربانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يمس بأدنى حرف أو بأدنى شعور، لأن القرآن الكريم قال لنا ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لكم أن تؤذوا، أي نوع من أنواع الأذى. لكن الذي يسيء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال له هل دعوا لي أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ألسبهم لي، ما قالوش تخش النار، ما ضربوش، ما عزروش، حتى إحنا بنقول يعزر إذا سبه، نحن نقول هذه إساءة أدب توجب التعزير، أنا رأيي الفقهي. بس هي كانت سبة جاهلية، قالوا يا ابن السوداء، يعني مش لم يسبه لصحبته. هذا لا لا، هذا ليس في ابن السوداء، هذا الحديث في موضوع خالد بن الوليد. خالد بن الوليد لما اشتكوا منه في أثناء الحرب وهو كان معينا قائدا عليه. نعم. وهو كان لسه حديث إسلام، ده هو أسلم مع عمرو بن العاص، وعمرو بيقول ما عدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد أحدا منذ أسلمنا في أمر حربه. يعني بين سبة جاهلية وبين سبة عقدية مترتبة على اعتقاد كفرهم ومروقهم من الدين وتغييرهم. ده سؤال تاني. وتبديلهم. ده سؤال تاني. لا حتى لأنه حتى إحنا بنطبق النص. لا اسمح لي. حتى لا يكون القياس مع الفارق. لا 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 لا. لا. أنت استعملت كتير لحكاية القياس مع الفارق. أوعى تفتكر إنك تخوفني. لا لا لا. تخوفني بالقياس مع الفارق. أنا أصولي. أبداً. أنا عايز حضرتك تبينها للناس. أنا هقول لحضرتك. أولاً أنت السؤال الأخير ده أخوك جديد سؤال تاني. إنه يعتقد كفرهم وضلالهم، هذا كفر. لأنه بيعتقد من كفر من أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في آيات قرآنية عديدة ذكر الصحابة وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم وترضى عليهم وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه وصفهم بالمدح الذي لم يوصف به أحد. هذا موضوع تاني خالص. تمام. موضوع الاعتقاد بكفرهم أو ضلالهم هذا كفر يخالف القرآن، ودي نفس القاعدة اللي كنت بقول لحضرتك عليه. تمام. أما أنه يسيء إلى الصحابة بالكلام فهذه في حكم الفقهي. نعم. فتواي أنها إساءة أدب تقتضي التعزير، لكن ليست أكثر من إساءة أدب. لا يوجد شيء يكفر من يسيء إلى صحابي إلا أحوال ادعاء أو اعتقاد كفرهم والعياذ بالله أو ضلالهم أو ما إلى ذلك. الأمر الثاني ترك الترضي. نعم. ترك الترضي أهون كثيرا من السب أو الشتم، لا شك أنه أهون من السب أو الشتم، وهو خلاف الأولى، لأن كل الأمة التي تترضى منذ كان الترضي بدأ من عهد التدوين كما قلت في القرن الثالث الهجري إلى اليوم، كلها لم يقل فيها أحد إن ترك الترضي معصية. ترك الترضي خلاف الأولى. والصحابة ومتأسف والتابعون وتابع التابعين الذين دونوا علم الحديث ترضوا ملايين المرات،
وصلوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم مئات الملايين من المرات التي لا تحصى، وأثنوا على رب العالمين بمثل قولهم، قال تعالى، قال سبحانه، قال عز من قائل، ملايين ملايين المرات. لكن تجد في كتب السلف مثل كتاب الإمام الشافعي الرسالة مثلا مئات المواضع التي فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة معمولة بالكليشيه لأنه الناشر اللي عملها وليست مكتوبة بكلام الإمام الشافعي، لأنه الصلاة قد تكون بالكتابة وفي المكتوب، قد تكون بالكتابة وقد تكون منطوقة باللسان وتغنيه. تجد ذكر رب العالمين كما قال القرآن، كما قال الله، كما قال الله عشرات المرات أو مئاتها، بغير سبحانه، بغير تعالى، بغير تبارك وتعالى. هل هذا نقص من الإمام الشافعي؟ لا، هذا ليس نقصا، إنما هذا اقتصار على الواجب. الواجب هو تنزيه رب العالمين. فأنا أرى ألا نضع الأمور في مكان أكثر مما تستحق ولا أقل مما تستحق. أنا أذكر شيء، نكتة يعني أذكرك بها. وأنا شاب صغير عندي 12 سنة 13 سنة، كان لي مجموعة من أصدقائي، فكنت إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أقول صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر حد من الصحابة الأربعة ولا غيرهم أقول رضي الله عنه. فكان لي صديقان، أحدهما توفي رحمة الله عليه والآخر موجود، كان يتفقان وهم خلفي كده، تعالى نغلس على محمد، نغلس باللغة المصرية يعني معرفة. يعني نثير ونستثير. فيجوا جنبي يقولوا أبو بكر يا كذا، أنت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه. أظل مثلا من مكان إلى 200 متر، كانت توصلنا للبحر يعني، بين المكان اللي احنا فيه والبحر 200 متر، طول ال 200 متر هم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي، أو يذكرون الصحابة فأتردى، وبيضحكوا وأنا عارف أنه بيضحكوا. لما كبرنا وبقينا يعني أصحاب أولاد، أحدهما كان يقيم في الرياض سنة أنا كنت مقيما فيها في الرياض، فقال لي فاكر يا محمد وإحنا صغيرين لما كنا بنعمل كذا كذا كذا؟ قلت له قال لي أنت إيه اللي كان يخليك كل مرة؟ قلت له لأنه أنا لا أستطيع أن أسمع أسامي هؤلاء دون أن أتردى أو أصلي، دي قلة أدب. فضحك قال لي والله يا أخي فعلا دي قلة أدب، بقى واحد يسمع عن سيدنا أبو بكر القرشي رضي الله عنه، والله عندك حق دي قلة أدب. أنا اعتقادي هذا منذ كنت طفلا، أنه من الأدب الإسلامي أن تترضى عن هؤلاء. كل شيء دون الترضي إساءة أدب، كل سب أو شتم لهم غير معتقد، غير مقترن بالاعتقاد بكفرهم، إساءة أدب تستوجب التعزير، إذا اعتقد كفرهم فهو كفر. طيب حضرتك لا يخفى عليك قول الأئمة في قوله تعالى في أول يعني في أول الآية، محمد رسول الله، إلى قوله يعجب نعم. الزراع ليغيظ بهم الكفار نعم. فقالوا من اغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هذا وصفهم وهذا حالهم فقد كفر بنص القرآن، يعني استنباط له وجاهته. أنا بس عايز أوقفك معلش عند القرآن. أتفضل. يعني إحنا لو جبنا زاد المسير هنا دلوقتي جنبك زاد المسير من الجوزي، هتلاقي فيه الأقوال بتاعت العلماء في الكفار، وأنهم كلهم يقولون الكفار هنا الزراع. الزراع طبعا. فليس الكفار هنا منكر النبوة ولا منكر الإسلام، وإن الزراع هنا الكفار يعجب الزراع. ليغيظ بهم. أيوة نعم. لأنه الزارع هو مين الزارع؟ الذي زرع وظهر نبات زرعه نعم. من الكفار أو الكافر الذي زرعه لا يزال مغطى، لأن الكفر والتغطية، وسمي الزراع كفارا لأنهم يغطون البذور في الأرض، هذا المعنى اللغوي للكفار. سمي الكفار كفارا قياسا على تسمية الزراع لأنهم يغطون الإيمان واليقين الذي في القلب. فالآية دي في الزراع الذين يظهر نباتهم، وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى يعجب الزراع، فنباتهم أنبت، وأنا لما أشوفه أقول الله النخلة دي جميلة والتفاحة دي جميلة، والتاني لسه بذوره في الأرض مكفرة مغطاة. فالآية دي لا شأن لها بما نحن فيه، معلش عشان القرآن له حقوق علينا. طيب لا هذا كلام أعتقد يعني الإمام مالك وليس كلامي، يعني كلام إما معتبرين يعني على كل حال نعم. أنا الأول حررت موقفي من الآية القرآنية. نقطة بسؤال بسيط. لا الأول بس خليني أقول لك، ومع ذلك فالذي يغتاظ من ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأقل في قلبه نفاق. الذي يغتاظ من ذكر الصحابة وما أنجزوه في تاريخ الأمة على الأقل في قلبه نفاق. أحسنت. بس طيب. وأنا أحيانا أطلع على القلوب قد يكون فيه أشد كده، لكن أنا هذا الذي الذي يظهر نفاق. نفاق. أحسنتم. طيب نختم هذه القضية، ألا ترى أنه حضرتك من يواظب على ترك التردي أنه القضية أكبر بقليل من سوء الأدب؟ يعني واحد الآن مثلا أنا ذكر أبو بكر أو عمر أو غيرهما من الصحابة ولم أترضى، انشغلت مشغول أو نختصر وننجز ونتكلم، هذا يعني قد يكون فيه سوء أدب لا شك، لكن أن أداوم ويكون هذا ديدني. لا بالنسبة هذا ليس فيه سوء أدب، مشغول وعايز تختصر وتستعجل في الكلام على نظرية حضرتك. لا لما أنا نظريتي على الذين يتركون الطريق عمدا. نعم
لا طريقتي إن الواحد أنا بديك مثل للتربية. لا أقصد التربية، أنا أقول أنا عن نفسي أنا ارتضيته لنفسي إن أنا أسمي نفسي لو تشغلت أنا راضي حكمك اللي قلته لأصدقائك إنه أنا أعتبر نفسي أسأت الأدب. خلاص. أنا لكن الذي يتعمد ترك التردي دائما يكون هذا ديدانه، يكون هذا ديدانه يبقى إيه؟ بس قليل الأدب. أنا بسألك أنت، أنا في نظري إنه في قلبه شيء من الإعلام، إنه لا يمكن بحال من الأحوال أنا كرجل عاقل بعيد عن تديني أن أقتنع أن رجلا يجل هؤلاء ويحبهم ويرى فضلهم وسقهم وأن الله اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم هو لا يترضى عنهم ولا يمتثل يعني أو يتبع سلف الأمة وجلاءهم وكبارهم حينما يترضون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة عايز تقول الذي يترك الترضي عامدا يساوي ويكون هذا ديدنه، يكون هذا ديدنه لا يخالفه أبدا، يعني هذا ديدنه ما لا يخالفه نعم الإنسان. نعم هذا معناه أن في قلبه غيظا على هؤلاء. لا هذا معناه أنه يعني لغير سليم القلب على الصحابة. ما هو ده زي ما كنا بنقول من شوية من اغتظر عند ذكر الصحابة ففي قلبه شيء من النفاق وفي نعم الشك. إذا كان في واحد يترك التردي وديدنه ذلك ولا يخالفه أبدا لا يتردى ولا مرة عليهم، أستطيع أن أقول أني أشك في مسألة قلبه، أشك لكن ليس عندي يقين. ولا التاني اللي بيتغاظ، إذا ما قال ليش أنا بتغاظ ما عنديش يقين. وإحنا مهمتنا شيخ وجدي أن نجمع هذه الأمة في سياق واحد وسياق لا إله إلا الله والصلوات الخمس والإيمان بالأركان الإيمان، دي مهمتي وده الذي أنذر نفسي له. أما البحث عن المفرقات والمشققات فهذا عمل ناس آخرين، أنا لا أدخل. لا أنا فقط أردت أن أبين حقيقة لأن نحن دكتور يعني نحبك ونجلك حقيقة الله. وأعتقد معظم المشاهدين اللي يشاهدون الآن هذا اللقاء يشاركونني هذه المشاعر، فإحنا أردنا أن نبين أن دعوة الدكتور محمد للتقارب ليس عن الأصول ولا الثوابت. لا ولا يصح التقارب بذلك. أنا أقول بقالي سنين طويلة وكان يشاركني هذا شيخ مهدي شمس الدين الله يرحمه، لا أريد أن يتسنن الشيعي ولا يتشيع سني، لكل واحد زي ما هو، لكن خلي هذه الأمة تواجه عدوها بيد واحدة وقلب واحد. تمام. لأن العدو مش حيفرق بيننا وبينهم، أحسنت، حيقتلنا احنا وهم يعني. طيب إذا نقل هذا المحور. نعم. ونتكلم في محور أخير قبل أن نودعكم في مكتبكم العامر.